الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. وهذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى حديثين. فثناء الناس على الميت إما بخير وإما بشر معتبر شرعا، معتبر شرعا، والمراد بالناس وثنائهم خيرا أو شرا المراد بثناء أهل الخير وأهل الصلاح، وليس المراد بثناء أهل الفسق والمجون. ولذلك ينبغي أن تفهم مثل هذه الأحاديث على وجهها، كما أن بعضهم ظهر في وسائل التواصل قبل سنوات وأنزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا أمر جبريل أن يحبه، ثم أمر الملائكة أن تحبه، ثم وضع له القبول في الأرض، أنزله على مغني ماجن، وقال: ما اجتمعت عليه هذه الجموع إلا من وضع القبول له في الأرض. ولا شك هذا إلحاد في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فالعبرة في مثل هذه الحديث، العبرة بأهل الخير وأهل الصلاح وأهل الاستقامة وأهل التوحيد وأهل السنة، وليس المراد أهل الفسق والمجون ونحوهم. هنا قال: باب ثناء الناس على الميت. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. متفق عليه. قال: عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: وقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. وهذان الحديثان فيه بيان هذه المسألة، أن ثناء الناس معتبر بالخير أو بالشر، ولكن كما ذكرنا إذا كان هذا الثناء من أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل السنة وأهل الخير والصلاح، فإذا شهد له أمثال هؤلاء بالخيرية فإن هذا دليل، أو هذا يعني مما يرجى لصاحبه أن يكون من أهل الجنة، وإذا أثنى عليه شرا فإن مثله يخاف عليه من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة فقال: أنتم شهداء الله في أرضه، فالناس هم شهود الله في الأرض، يشهد بعضهم على بعض إما بالخير وإما بالشر، فقال: أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا الحكم هل هو خاص بالصحابة رضي الله عنهم؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، هل هي خاصة بالصحابة؟ ذكر ذلك بعض أهل العلم أن هذا خاص بالصحابة، ولكن الذي يظهر أن هذا عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويدل على ذلك الحديث الثاني الذي ذكره المصنف، حديث عمر، ففي عهد عمر ليس كل الناس صحابة، منهم صحابة ومنهم تابعون، ومع ذلك استدل عمر رضي الله عنه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الشهادة لمن مات، لمن شهد له أربعة أو ثلاثة أو اثنان، ولم يسأله الصحابة عن الواحد. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، إذا شهد أربعة أشخاص أو ثلاثة، بل إذا شهد اثنان من أهل الإسلام والتوحيد والصلاح الرجل بأنه من أهل الخير، فإن هذا دليل على صلاحه، وأن هذا مما يرجى له أن يكون من أهل الجنة. والمسائل هذا الباب أن العبرة
في الحكم على الناس هو الحكم بالظاهر، وأما بواطن الأمور وسرائر القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين أثنوا خيرا، هل أثنوا على الباطن أم على الظاهر؟ أثنوا على الظاهر، الناس ليس لها إلا الظاهر. وهؤلاء الذين أثنوا شرا، هل أثنوا على باطنه ودسائس قلبه؟ وإنما أثنوا شرا على ما رأوا من أعماله. وهذا هو الحكم الشرعي، أنك تحكم على الرجل بما ظهر منه. إن أظهر صلاحا تحكم له بالصلاح، وإن أظهر فسادا تحكم عليه بالفساد بما ظهر منه. ولذلك المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار، الحكم الظاهر لهم ما هو؟ الإسلام من الكفر؟ الإسلام، مع أنهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. ولا تستطيع الحكم عليه أنه في النار إلا إذا علمت نفاقه، ولا يعلم المسلم نفاق المرء إلا بقراءة تدل على ذلك أو بوحي من السماء وقد انقطع الوحي. ولذلك الحكم في الشرع بالظاهر، وهذه مسألة عظمى ومسألة كبيرة اليوم يشوش فيها كثير من الناس، يقول لا تحكموا على الناس بما ظهر منهم، فيأتون للرجل الصالح يقول لعله يكون فاسقا، ويأتون للفاجر يقول لعله يكون صالحا، بينه وبين الله خبيئة. ما علينا من خبيئة بينه وبين الله، هي خبيئة بينه وبين الله، لكن نحن علينا بما ظهر منه. ولكن المراد من هذه الأقوال هو ضرب أحكام الشريعة، وظن السوء بأهل الخير وظن الخير بأهل السوء، وهذا كله إلحاد في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وكلنا يرى مثل هذه الرسائل كالرسائل التي تنسب إلى السلف، إذا رأيت رجلا يعني وعلى لحيته خمر فلا تقول إنه شرب الخمر لعلها سكبت عليه، ويسبون هذا للسلف. وكل هذا باطل، كل هذا من أجل تهوين الحكم بالظاهر، وظن الفسق بأهل الصلاح والصلاح بأهل الفسق. فلا تنطلي على المسلم مثل هذه الحيل الشيطانية التي تنشر في وسائل التواصل. ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب أن الحكم بالجنة والنار مرجعه القرآن والسنة، فمن حكم له القرآن والسنة بأنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، ومن حكم له القرآن بأنه من أهل النار فهو من أهل النار. فالمهاجرون والأنصار من أهل الجنة كما وعدهم الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالله حكم للمهاجرين والأنصار أنهم من أهل الجنة، فنحكم للمهاجرين والأنصار أنهم من أهل الجنة. وحكم الله سبحانه وتعالى على فرعون وإبليس وهامان وقارون والأمم المكذبة بأنها من أهل النار، فنحكم لهم بأهل النار عينا ووصفا. فهذه عقيدة أهل السنة، أنهم يحكمون للمعين بالجنة والنار بما جاء في القرآن والسنة. أما غير ما جاء النص صريحا بأسمائهم فإنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، يرجون للمحسن أنهم من أهل الجنة ويخافون على المسيء من أهل القبلة. وهذا القيد الذي يذكره أهل السنة في كتب العقيدة، يخافون على المسيء من أهل القبلة يعني من أهل الإسلام. أما المسيء الذي ليس من أهل الإسلام فإنهم يحكمون عليه عينا بأنه من أهل النار. وهذه مسألة أيضا مسألة ليست مسألة هينة، لأن بعض الناس يأخذ كلام أهل السنة في العقيدة ولا يقيده بما قيده أهل السنة بأن الحكم لأهل القبلة، يخاف على أهل القبلة ولا يحكم لهم عينا بالنار لأن الله قد يغفر لهم. لكن الكافر المشرك الذي مات على الشرك فإنه يحكم عليه بالنار، لأننا مأمورون بالحكم بالظاهر. فهذه مسألة قد يخطئ فيها البعض وإن كان من أهل السنة، لكن قد تأتيه شبهة فتنطلي عليه. ومن المسائل المتعلقة أيضا بهذا الباب في الشهادة لمن بالشهادة بالجنة والنار، ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن من شهد له الناس عامة قاطبة الناس شهدوا له بالصلاح فإن هذا يحكم له بالجنة. وهذا قول لأهل العلم، يعني كالإمام أحمد
كالشافعي وكمالك وكسفيان وأمثال هؤلاء الأئمة الأعلام الذين أجمع المخالف والموافق على إمامتهم. قال أمثال هؤلاء يحكم لهم بالجنة وإن شذ من شذ في عدم حبهم والثناء عليهم من الطوائف الضالة والمخالفة، فإن قاطبة أهل الإسلام يثنون عليهم خيرا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد أربعة أو ثلاثة أو اثنان وجبت له الجنة، فكيف بمشاهد له الأمة كلها؟ وهذا قول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلق على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وقال ونحن على هذا الرأي الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية نشهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه من أهل الجنة، لأن الأمة أجمعت قاطبة من المخالفين والموافقين على إمامته وعلى جلالة قدره، ومن شذ فلا عبرة به. وهذا قول أهل السنة، وإن كان القول المشهور أنه لا يحكم لمعين بجنة أو بنار من أهل الإسلام إلا بما جاء النص صريحا في كتابي وفي السنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.